تمكنت بتاريخ يوم 31 مارس 2021 عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني من وضع حد لنشاط 5 أشخاص ينشطون في ترويج الأقراص المهلوسة في إقليم الاختصاص، بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غريزان. تم توقيف الساري في الذكر وحد 1087 قرص مهلوس، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج سيتم تقديم الأضراف لاحقا أمام العدل.